أستودعها لك في الجامع جهاتي إليها أسعد نفسها وارحما إياها كمثل حناني أهتم للتفكير آنائي لا أستطيع لصنعك زايدا معي حتى تذهبي ترك نفسي والآن قد وجدت الآخر من الذي تفرحين به فوق نفسي رضيتك سعيدا معه أستودعها أستودعها لك في الجامع جهادي إليها أسعد الناس وارحما إياها كمثل حناني عليها
أقبلها ذا الحال بالرضا لست حبيبا لها. أسعد النفس وارحما إياها كمثل حناني عليها. سأخلصها لك إني غير طيب عليها. سأقبل هذا الهلا بالرضا لست حبيبا لها.